لغتي العربية فخر أبي وهواها يجري في دمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. وفي درس اليوم أعزائي الطلاب نتناول نصا شعريا جديدا بعنوان أم الطفل في مشهد الحريق. هذا النص للشاعر معروف الرصافي، نتناول فيه بإذن الله تعالى التقديم وترجمة الشاعر، ثم نقرأ النص لنكمل في الدرس القادم معاني المفردات وغيرها. إذن درسنا اليوم هو نص أم الطفل في مشهد الحريق للرصافي. الحياة الاجتماعية في الشعر الواقعي. إذن هذا النص وأول ما نتعرف فيه إلى أن الشعر أو هذا النص الشعري ينتمي إلى الشعر الواقعي. إذن قصيدة أم الطفل في مشهد الحريق للرصافي عزيزي الطالب تنتمي إلى أي المذاهب التي كان يكتب عليها الشعراء؟ تنتمي إلى المذهب الواقعي. دخل الشعر الحديث الحياة الاجتماعية مع بدايات المرحلة الثانية من مراحل الأدب الحديث، وهي مرحلة التأثر بالتيارات الوافدة. إذا ركز معي على هذه المعلومة، متى دخل الشعر الحديث الحياة الاجتماعية؟ أي صار يصور الحياة الاجتماعية ويتناول قضاياها. أصبح الشعر كذلك مع بدايات المرحلة الثانية من مراحل الأدب الحديث، أي مرحلة التأثر بالتيارات الوافدة. وقلنا قبلها كانت هناك مرحلة الانبعاث. إذن هذه المراحل التي سار عليها أو مر بها الشعر الحديث، مرحلة الانبعاث ومرحلة التأثر بالتيارات الوافدة. في هذه المرحلة، في مرحلة التأثر بالتيارات الوافدة، دخل الشعر الحديث الحياة الاجتماعية، وصار يؤازر المصلحين في خوضهم معركة الإصلاح الشاملة على نحو لم يعهده في عصوره السابقة. فماذا نادى الشعراء في هذا العصر، في هذه المرحلة، أو في هذا الشعر، في الشعر الواقعي الذي كان يصور الحياة الاجتماعية؟ نادى الشعراء بحرية المرأة، ودعوا إلى القضاء على الجهل والفقر والمرض، ووقفوا مع المجتمع في أزماته ومحنه. كل هذا يعني أنهم كانوا يعالجون القضايا الاجتماعية، قضية الفقر والمرض والجهل والمرأة وغير ذلك، يدبجون القصائد العسماء متأثرين في ذلك بالتيار الواقعي. إذن كل ذلك وتأثر بالتيار الواقعي الذي نشأ في الغرب. إلى ماذا كان يدعو؟ ما هي مبادئ هذا المذهب؟ والذي كان من أهم مبادئه، ضع تحتها خطا، الدعوة إلى أن يكون الأدب انعكاسا للحياة الاجتماعية وسعيا في إصلاحها. إذا نضع خطا تحت هذه الفكرة، إلى ماذا كان يدعو التيار الواقعي؟ ما هي مبادئ التيار الواقعي؟ أهم مبادئه الدعوة إلى أن يكون الأدب انعكاسا للحياة الاجتماعية وسعيا في إصلاحها. سمي واقعيا لأنه يواكب الواقع، يصور الواقع، يصور واقع الحياة الاجتماعية ويسعى في إصلاحها. وتعد هذه القصيدة، قصيدة أم الطفل في مشهد الحريق، تعد هذه القصيدة للشاعر العربي العراقي معروف الرصافي نموذجا للشعر الاجتماعي، إذ تصور هذه القصيدة مشهدا من مشاهد الحريق في قرية من القرى التركية، وتدعو إلى إغاثة المنكوبين، متناولة ذلك المشهد من زاوية أم وطفل يتيم يفقدهما الحريق جميع ما يسندهما في هذه الحياة ويتركهما في العراء من دون مأوى. إذن هذا النص أم طفل في مشهد الحريق يصور لنا مشهدا من مشاهد المشاهد التي جرت في تركيا، وهي حادثة
احتراق منزل لأم وطفل يتيم. أما الشاعر فهو الشاعر والأديب واللغوي وأحد أقطاب النهضة الحديثة، وهو معروف ابن عبد الغني الرصافي. إذن هو معروف ابن عبد الغني الرصافي، والمشهور فيه معروف الرصافي. أين ولد الشاعر؟ ولد ببغداد سنة 75 و800 للميلاد. احفظ هذا الميلاد، ولد معروف الرصافي في بغداد سنة 75 و800 للميلاد، ونشأ في الرصافة، ومنها جاء اسمه معروف الرصافي لأنه نشأ في الرصافة، حيث تلقى فيها دروسه الابتدائية، ثم اتصل بالأديب الخطيب محمود شكري الآلوسي وتتلمذ له، ونقول تتلمذ له أي كان تلميذا عند هذا الخطيب، وتتلمذ له وأخذ عنه مبادئ الكتابة واللغة، فصقلت موهبته وانطلق لسانه بقول الشعر. إذن من هو أستاذ معروف الرصافي؟ أستاذ هو الخطيب أو الأديب الخطيب محمود شكري الآلوسي. وعندما أتم دراسته، أي الشاعر معروف الرصافي، عندما أتم دراسته وبلغ سن الشباب عين معلما في المدارس الابتدائية الرسمية، وتقلب في وظائف التدريس بالمدارس المختلفة، وكان في وظائفه تلك كثير التنقل في أطراف الدولة العثمانية، فمن بغداد إلى القسطنطينية إلى دمشق فالقدس، ثم إلى بغداد ثانية حيث عين نائبا لرئيس لجنة الترجمة والتعريب، وقد أصدر آنذاك جريدة الأمل اليومية. ضع تحتها خطا، ما اسم الجريدة التي أصدرها معروف الرصافي في بغداد؟ الجريدة التي أصدرها هي جريدة الأمل. إذن قد تسأل في الامتحان عن اسم الجريدة، فاحفظ الجريدة التي أصدرها في بغداد عندما كان نائبا لرئيس لجنة الترجمة والتعريب، الجريدة التي أصدرها تسمى جريدة الأمل اليومية. متى توفي معروف الرصافي؟ قلنا متى ولد؟ ولد سنة 87 و800 وألف، أما وفاته فسنة 45 و900 وألف. إذن متى توفي معروف الرصافي؟ توفي سنة 45 و900 وألف، وترك من الآثار ديوانا في مجلدين يحتوي على مختلف الأغراض الشعرية، وأهمها الاجتماعيات وأشعار السياسة، كما ترك كتابا في اللغة عنوانه، ونحفظ هذا الكتاب، دفع الهجنة في ارتفاع اللكنة. إذا ما اسم الكتاب الذي ألفه معروف الرصافي؟ كتابه في اللغة عنوانه دفع الهجنة في ارتفاع اللكنة، وكتابا في الخطابة، وقد تسأل وتخطأ في ذلك، فالكتاب في اللغة هو دفع الهجنة، أما كتابه في الخطابة فعنوانه نفح الطيب في الخطابة والخطيب، وهو دليل عندما تقول في الخطابة والخطيب أي كتاب في الخطابة، أما عندما نقول في اللغة فدفع الهجنة في ارتفاع اللكنة. إذا لدينا كتابان، الأول في اللغة عنوانه دفع الهجنة في ارتفاع اللكنة، وكتابا في الخطابة عنوانه نفح الطيب في الخطابة والخطيب، وله ديوان في الأناشيد المدرسية للأطفال. إذا هذا ما يمكن القول فيه حول ترجمة الشاعر. أما النص أعزائي الطلاب فنقرأ اليوم الأبيات لنكمل في الدرس القادم معانيها. ما للديار تراء وهي أطلال، هل خف بالقوم عنها اليوم ترحال، كانت بها السمرات الخضر زاهية فاليوم لا سمر فيها ولا ضال، ما بالها وهي أنقاض مبعثرة تغير فيهن أبكار وآصال، هل هد بنيانها من فوق صاعقة أو هد بنيانها من تحت زلزال، بل قد عفنها ولم تترك بها أثرا ريح لها من لهيب النار أذيال، شب الحريق بها ليلا مشيدة فما أتى الصبح إلا وهي أطلال.
أثارت النار في أطرافها رهجا من الدخان كأن النار أبطال، حتى حكت معركا خرت بساحته صرعا بيوت وأموال وآمال. دار السعادة أمست من تحرقها دار الشقاء وقد ضاقت بها الحال، ترنو إلى البحر ترجو نفع غلتها لحظ المهجر إذ يبدو له الآل، تهال كالرمل بالنيران أذكرها حتى تكاد لها الأرواح تنهال. يا ريح مهلا فلا تذري الرماد به، إن الرماد الذي تذرين أموال. قد رحت للحي مذعورا أيممه ولعن الزمر الباكين تسأل، وفي العراس ديار القوم خالية وفي الشوارع نسوان وأطفال. جلسنا والشمس فوق الرأس دانية وللغبار بعرس الحي تجوال، ولا خمار فيرددن الغبار به ولا يقيهن حر الشمس سربال، حتى وقفت وقلبي كله جزع وأدمعي لجج طورا وأوشال. ما أنسى أم الطفل قائلة وفوق وجنتها للدمع تهطال، إني تجردت من دنياي حاسرة ما لي سوى طفلي الباكي بها مال. أودى الحريق بدار كنت أسكنها وكنت من بعضها للقوط أكتال، واليوم أصبحت لا دار ولا وزر آوي إليه ولا عم ولا خال. إن الحريق خبت نيرانه ومضت وما في فؤادي منه أوجال. يا رب رحماك إني اليوم عاجزة عما دها وبظهري منه أثقال. يا رب قد ضقت ذرعا بالحياة فما أدري حنانيك ربي كيف أحتال، وعندما قد شجاني من مقالتها لفظ يقطعه في البين إعوال، دنوت منها قليلا وهي باكية ومن بكاها بقلبي هاج بلبال، حتى وقفنا وإيناسا لوحشتها حنيت رأسي وحني الرأس إجلال، وقلت يا أخت لا تستيئسي جزعا فإنما الدهر إدبار وإقبال، أتجزعين ابتئاسا بين أظهرنا وكلنا عنك للبأساء حمال. تلك التي قد شجتني في مقالتها وكم لها في نساء الحي أمثال، فهل يصدق قومي ما ظننت بهم حتى تقوم لهم في المجد أفعال؟ فالمجد يدرك مرماه البعيد فتى رحب الذراعين طلق الكف مفضال، وأكثر المال حمدا ما يعان به من عضهم من نيوب الدهر إقلال. يا قوم هذه سبيل العرف واضحة فليمض فيها بكم وخذ وإرقال، ومن تك الحال فيها لا تساعده فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. وبقراءة النص أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من درس اليوم، نكمل في الدرس القادم ما تبقى من القصيدة بإذن الله تعالى، وإلى ذلك اللقاء أشكر لكم متابعتكم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلكم تعقلون.